من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإسلام مجموعة من القيم في مختلف المجالات، وهذه القيم الإسلامية كلها مقدسة، يجب على المسلم الحفاظ على تلك القيم كلها، ولا يجوز التضحية بقيمة من القيم لأجل الوصول إلى قيمة أخرى. لا يجوز التضحية بالصلاة مثلا للوصول إلى الصوم. لماذا؟ لأن الصلاة قيمة والصوم قيمة أخرى. المشكلة تنشأ حينما الإنسان للوصول إلى إحدى هذه القيم، لأنه يتصورها مهمة، يضحي بقيم أخرى. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: لا يطاع الله من حيث يعصى. تريد أن تصل إلى طاعة الله، ولكنك أو ولكنني أسلك طريقا محرما ومعصية للوصول إلى طاعة الله. هذا مرفوض إسلاميا ودينيا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كلنا نعرف أنه عليه السلام كان يقول: ولكنني لا أطلب النصر بالجور، القضاء على معاوية وعلى الفئة الباغية هذا مطلب وهذا قيمة من القيم الإسلامية، ولكن الوصول إلى هذا الأمر لا يصح أن أتخذ الجور، أظلم لكي أصل إلى النصر اللي هو من القيم الإسلامية، لأن انتصار الحق على الباطل قيمة إسلامية. بعد هذه المقدمة نأتي إلى ذي المقدمة. نحن الآن في العراق نواجه بشعارات، قد تكون هذه الشعارات صحيحة، قد يكون مضمون تلك الشعارات مضمون إسلامي ورد في القرآن الكريم، ولكن للوصول إلى ذلك الشعار ليس من الصحيح التضحية بأحكام أخرى من الإسلام، بقيم أخرى من الإسلام، بمطالب إسلامية أخرى. مثلا الوحدة مطلب إسلامي ورد في القرآن الكريم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة
الآية الأخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن هل من الصحيح للوصول إلى هذه القيمة وهي الوحدة أن نضحي بأحكام الإسلام؟ لا. ولذا حتى الآية تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإلا الوحدة بما هي وحدة ما لها قيمة. الوحدة على شنو؟ إذا وحدة على باطل فهي مرفوضة أصلا، بل المطلوب التفرقة عن هذه الوحدة على الباطل. ولذا الأنبياء على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام نلاحظ أنه جاءوا برسالاتهم، وبسبب بعثة الأنبياء ودعوة الأنبياء صار انشقاق في المجتمع. المجتمع المكي كان متفقا على عبادة الأصنام، الرسول عندما بعث صار انشقاق في المجتمع، مجموعة بقوا على عبادة الأصنام، مجموعة صاروا مسلمين، ونتيجة لذلك قامت حروب وقتل في هذه الحروب المئات من أهل مكة سواء من المسلمين أو من الكفار. ليش؟ لأنه الوحدة على عبادة الأصنام ما لها قيمة. ينبغي على الإنسان أن ينشق على هذه الوحدة، لأن الوحدة على باطل. الله عز وجل في القرآن يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب إلى آخر الآية. مضمون الآية الناس كانوا أمة واحدة، الأنبياء أجوا سووا انشقاق في هذه الأمة الواحدة. ليش؟ لأن هذه الأمة الواحدة أمة على باطل كانت، والأمة على باطل هذه يجب القضاء عليها ولو بالانشقاق عليها. ولذا الآية تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنت اعتصم بحبل الله، وحدة على الحق تكون، وحدة على حفظ الحقوق تكون، وحدة تكون بشكل اللي كل إنسان يصل إلى حقه. أما وحدة على باطل فهذه ليست مطلوبة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، إذا واحد يراجع سيرة أمير المؤمنين سيرة وضاءة، بس مع الأسف إحنا قليلا ما نلتفت إلى هذه الأمور، قليلا منا يطالع نهج البلاغة أو نهج البلاغة على الحكاية أو يراجع شروحها. هناك عندما خرج طلحة والزبير هم بالأساس أجوا عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد أن بويع بالخلافة، وطلبوا منه إمارة، واحد منهم يصير أمير البصرة والثاني يصير أمير الكوفة. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رفض، قال إحنا نعطي إمارة للشخص اللي ما يريدها، يريد الآخر، أما الشخص اللي هو يدور الإمارة يريد الدنيا إحنا هذا ما نريده. فذهب إلى البصرة مع عائشة، وهناك جيش أو جيش، فمجموعة من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قالوا له لا تخرج، خليهم هسه بالبصرة، وين المدينة وين؟ فالإمام ما قبل. في الخطبة السادسة يمكن من خطب نهج البلاغة الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه ينقل هذه الخطبة، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول والله لا أكون كالضبع تنام على طول اللدم. الضبع عندما هو في جحرة، فالصائد يجي عند باب الجحر، لأن الضبع حيوان كاسر لا يمكن صيده بسهولة، فيجي على باب الجحر، وهناك عند عصاية بيدة أو حديدة أو أي شيء آخر، يواش يواش يدقها على الأرض، فهذا الصوت الخفيف اللي يخرج من هذه العصا أو هذه الحديدة، هذا الصوت الخفيف زين يسبب أن هذا الحيوان الضبع شوية شوية يغفو ينام،
فإذا نام الصائد يدخل الجحر ويصيد هذا الضبع. يقول والله لا أكون كالضبع تنام على طول اللادم. اللادم هذا الضرب الخفيف. الإمام يقول ذولا رايحين بالبصرة، صحيح رايحين بالبصرة، يمكن الآن ماكو خوف علينا، بس هذا مثل الضرب الخفيف، شوية شوية راح جماعة يلتحقون بيهم، أم المؤمنين وياهم، هذا صاحب الرسول، هذا حواري الرسول، زين بعدين يطالبون بدم عثمان كذبا وزورا وهم مشاركين في قتله. فخرج إليهم، صار قتال، 18,000 واحد قتلوا في هذه المعركة. بعدين مجموعة من أصحاب الإمام قال له لأنه أنت بقي معاوية واليا على الشام، لأن معاوية صار له 20 سنة في هذه المنطقة وماد جذوره، لأنه كان والي من قبل عمر ومن قبل عثمان 20 سنة، زين وماد جذوره، فإذا أنت الآن تريد تعزله راح يتمرد عليك. الإمام عليه الصلاة والسلام ما قبل، قال أنا ما أطلب النصر بالجور. وصارت قضية صفين وبعد الخوارج. أنا مقصودي شنو هو؟ مقصودي أنه الوحدة على الحق قيمة، ولكن لازم لا تكون على أساس سائر القيم. واحد يتنازل عن مبادئ أخرى للوصول إلى مبدأ، لا، لازم كل هذه المبادئ تكون محفوظة. هذه المبادئ كلها يجب أن تكون محفوظة. الوحدة صحيح إحنا السنة نعتبرهم إخواننا في الدين، بس الله يوم القيامة يحاسب كل إنسان على عمله وعلى نيته وعلى أنه كان يوالي أمير المؤمنين أو ما يوالي به. لكن إذا الطرف المقابل هذا الشخص يقتلك، ينهب حقوقك، يريد أن يوصلك إلى أمر لترضى برجوع الأمر كما كان عليه سابقا، هاي الوحدة ما لها قيمة. ليش؟ لأنه وحدة على حساب حقوق أخرى. إذا كانت وحدة على حساب حفظ كل الحقوق، حقوق الشيعة تكون محفوظة، حقوق السنة تكون محفوظة، حقوق الأكراد تكون محفوظة، زين يكون كل واحد يأخذ حجمه الطبيعي والحقيقي مو أكثر من حجمه، هذا ما في إشكال وهذا مطلوب. لكن أن تتنازل عن حقوقك كلها أو بعضها لكي تصل إلى الوحدة، هذا ما له قيمة، وهذا أمر ينبغي علينا أن نقف دونه. وحدة على الحق ما يخالف، أما وحدة على باطل هذه ليست مطلوبة. هذا الأمر الأول حبيت أن أشير إليه. الأمر الثاني اللي أيضا نريد أن نشير إليه، وإلا الكلام هو مفصل، وهو أنه إحنا الآن في العراق في وقت مفصلي في تاريخ العراق، يعني الآن فترة تقرير مصير الأجيال القادمة. هذه الفترة اللي بدأت من سقوط صدام يمكن تستمر في 3-4 سنوات بعد، هاي الفترة الانتقالية اللي الأمور والأسس في هذه الفترة تبنى. احنا ينبغي علينا في هذه الفترة، هسه الفترة الماضية اخو انتهت، لكن في الفترة القادمة ان نعمل عدة امور. الامر الاول، اساس المشاكل هو قلة الوعي. شوفوا الانسان اذا لا يعرف الاصول العامة للصحة، هذا الانسان قد يتمرض. ليش؟ لانه ما يعرف الطعام المضر عن الطعام المفيد، وما يعرف كيفية الوقاية أو كيفية حفظ نفسه من الأمراض. أما الإنسان اللي يعلم أصول الصحة احتمال إصابته بالمرض تصير أقل. إذا أمامك طعام وأنت جائع وهذا الطعام طعام شهي وتتصاعد منه رائحة زكية، الإنسان الجائع إذا أنت تدري أن هذا الطعام مسموم تأكله؟ لا، حتى لو أنت جائع جدا. ليش؟ صحيح أنت جائع، صحيح أن الطعام لذيذ،
ورائحته طيبة، ولكن علمك بأن هذا الطعام مسموم يمنعك من أكله. ليش؟ لأنك تعلم النتائج. صحيح لحظات يمكن تتلذذ من أكل هذا الطعام وتشبع، ولكن بعد دقائق أو بعد ساعات السم يؤثر أثر. لكن الإنسان الذي يجهل أن هذا الطعام مسموم راح يأكل هذا الطعام ويلتذ لدقائق من طيب الطعام، ولكن بعدين السم يفعل أثره. فعلم الإنسان أو وعي الإنسان أو فهم الإنسان يسبب أن الإنسان لا ينساق وراء عاطفته، لا ينساق وراء شهواته، لا يفعل ما يضره. ولهذا الإسلام دائما في القرآن الكريم يركز على الفهم وعلى العلم وعلى التعلم وعلى التفكر وعلى التدبر وعلى التأمل. ليش؟ لأن الإنسان إذا فهم وإذا علم فحينئذ راح يسير فيما يصلحه لا فيما يفسده. عندما البعثيون قاموا في سنة 68 بانقلاب عسكري، كم نفر كانوا هم؟ كلهم 500 نفر كانوا، بس 500 نفر قاموا بانقلاب عسكري. شلون 500 نفر قدرون يسيطرون على الملايين؟ شلون؟ بسبب أن الناس لا يعلمون، ما كانوا يعلمون. أكثر الناس صفقوا، أكثر الناس قالوا خو الحمد لله جانا حكم جديد ونظام جديد وإحنا مرتاحين وكذا. 500 نفر تمكنوا السيطرة 35 سنة وارتكبوا المجازر الملايين من القتلى والمسجونين والمهجرين والمفقودين وما إلى ذلك وحروب ودمار، بسبب أنه الناس أكثرهم ما كانوا يعلمون. في إسبانيا قبل 30 سنة مجموعة من العسكر قاموا بانقلاب عسكري، الشعب الإسباني خرج إلى الشوارع وسقط الانقلاب، الشعب سقط. ليش؟ لأن العسكر كم نفر؟ كل 1000 نفر 2000 نفر، ذولا مقابل الملايين ما يقدرون يسوون شيء، سقطوا الانقلاب. لذا أنه إسبانيا الآن دولة من الدول، على رغم أنه تعتبر من الدول الثانية أو الثالثة في الغرب، لكن اقتصادها يعادل اقتصاد كل العالم العربي. كل العالم العربي يجمع في كفة السعودية والعراق والكويت ودول الخليج ومصر وكذا، واقتصاد إسبانيا يجمع في كفة أخرى اقتصادها يعادل ذلك اقتصاد كل العالم العربي. أما إيطاليا فاقتصادها يعادل اقتصاد كل العالم الإسلامي أصلا، 54 دولة. هسه مقصودي شنو هو؟ مقصودي أنه الإنسان لو ذاك اليوم اللي البعثيين قاموا بالانقلاب الناس كانوا يعلمون أن هذا الانقلاب راح وين يوصل لهم، كانوا يسقطون هذا الانقلاب وكانوا يتمكنون. 500 مقابل ملايين شنو يقدرون يسوون؟ لكن لأنهم لم يكونوا يعلمون أو لم يكونوا يعون، فلذا صفقوا أو صفق الأكثر لذلك الانقلاب، وشفنا النتائج 35 سنة. فإحنا الآن بحاجة إلى توعية، بل أكثر من التوعية إلى نهضة ثقافية إسلامية لكي الناس يتعلموا معالم دينهم ومعالم دنياهم، لأن الإسلام كما يأمرك بتعلم معالم الدين يأمرك بتعلم معالم الدنيا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعبد الرب الذي أطعمك من جوع وآمنك من خوف. هاي النقطة الأولى، طبعا بيها كلام مفصل بس الوقت قصير فنكتفي بهذا المقدار. النقطة الثانية هو حول، سألوا الأخوة وطلبوا أن نتكلم حول هذا الموضوع، حول الدستور أو المسودة لهذا الدستور اللي الآن معروضة. طبعا هذا الدستور نحن لدينا ملاحظات عليه، أكو ملاحظات شرعية من بعض البنود لا تتفق مع مبادئنا
الإسلامية، وبعض الإشكاليات إشكاليات فنية. يعني مثلا من الإشكاليات الشرعية، بارحة ذكرت لبعض الإخوة أنه مكتوب في المادة الثانية يمكن الإسلام مصدر أساسي للتشريع، في حين أننا نعتقد أن الإسلام هو مصدر التشريع الوحيد، والإسلام مو دين ناقص، دين كامل، فكل أبعاد الحياة الإسلام متطرق له، إما بشكل خاص أو بشكل قواعد عامة. يعني يمكن في قضية من القضايا بشكل خاص ماكو حكم خاص، لكن القضايا العامة تنطبق عليه. مثلا عندنا قانون لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام مثلا، هذا قانون عام، فأي شيء مضر لدين الناس أو لدنياهم ممنوع. بس هذه الجزئيات شنو هي؟ يمكن تكون ملايين الجزئيات، هذه القاعدة الكلية تنطبق على هذه الجزئيات. فالإسلام دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأنه كامل فيشمل جميع أبعاد الحياة، هنا يأتي دور الفقهاء ودور القانونيون ليستنبطوا الجزئيات من القواعد الإسلامية العامة. فالإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع. الدستور يقول الإسلام مصدر أساسي، معنى ذلك أن هناك مصادر أخرى. حتى لو قلنا الإسلام المصدر الأساسي، هم معنى أن هناك مصادر لكنها غير أساسية. مثلا هذه ملاحظة، أكو عدة ملاحظات شرعية أخرى. نحن نعتقد أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، لا فرق بين العربي والعجمي والأسود والأبيض، زين، ولا باللغات إلا بالتقوى. فأن تعطي أنت امتياز مثلا في هذا الدستور لمجموعة من المسلمين، وهذا الامتياز لا يكون لمسلمين آخرين، فهذا خلاف الشرع. يعني مثلا إحدى البنود أنه حق التملك للأراضي للعراقي، أما غير العراقي فلا يحق له أن يتملك. يعني إذا فد مسلم هندي مثلا أو باكستاني أجي يريد يشتري أرض في العراق ما يقدر، وهذا قانون خلاف الإسلام، لأن في الإسلام المسلمون سواسية كأسنان المشط، ماكو فرق. على كل حال هذه ملاحظات شرعية على القانون. هناك ملاحظات فنية موجودة، هسه مو مهمة الملاحظات الفنية، ولكن مع ذلك كله يبدو أنه الشيعة اللي كانوا في صياغة الدستور لم يتمكنوا أكثر من هذا المقدار. يعني أنت مو مطلق الحرية، هناك إرادات متناقضة موجودة. يعني هناك من الإخوة الأكراد اللي يدفعون باتجاه العلمانية، هناك الأمريكان لهم مصالحهم ويضغطون، هناك سنة، هناك جهات أخرى، حتى الشيعة اللي موجودين هم خليط غير متجانس. فيبدو أن المؤمنين ما قدروا أكثر من هذا المقدار يسوون للظرف الخاص اللي الآن يحيط به العملية السياسية. فبناء على ذلك، على رغم وجود هذه النواقص، احنا نتصور أنه ما كان يمكن أفضل من هذا مع وجود النواقص التي سنذكرها إن شاء الله في بيان مستقل. أنا الآن مشروع بيان موجود من مكتب السيد، إن شاء الله خلال الأيام القادمة يصدر حول ملاحظاتنا على بعض البنود. ولكن مع ذلك هذا الدستور إذا قيس بدساتير الدول الإسلامية فأفضلها كلها، ماكو في الدول الإسلامية دستور أفضل من هذا الدستور. وإذا قيس بدول العالم أيضا من أرقى الدساتير في العالم في عالم اليوم. فبناء على ذلك في هذه المرحلة، ومن باب أنه ما كان يمكن أفضل من هذا المقدار،
فهل مقدار هذا الدستور يكون مقبول بشكل مؤقت؟ هناك بند موجود أو مادة في الدستور تقضي بأنه يمكن تغيير هذه مواد هذا الدستور بآلية معينة، يعني إذا ثلثياً البرلمان صوت بعدين صار استفتاء عند عامة الشعب زين ووافقوا على تغيير بند أو مادة من المواد فيمكن هذا التغيير. احنا نأمل أنه في المستقبل ينتهي الاحتلال ويستقر الوضع والمؤمنون يسيطرون على الوضع، وذاك الوقت واحد يمكن هذه النواقص يرفعها بالتعديلات التي يمكن أن تجرى. لكن في الظرف الحالي أنا ما أتصور ونحن لا نتصور أنه كان يمكن أفضل من هذا المقدار. أكو البعض يعترض على الإخوة الشيعة اللي موجودين في لجنة كتابة الدستور وفي البرلمان على التنازلات اللي قدموها. طبعا هناك اعتراض موجود وينبغي أن يجهر بهذا الاعتراض، ولكن نحن يجب أن نلاحظ الظرف أيضا، يعني الضغوط على الشيعة كبيرة خاصة من الأمريكان. الشيء الثاني أن هناك عدم التفات من الشيعة أنفسهم للضغط المضاد. شوف واحد لما يضغط عليك أنت تتمكن أن تضغط ضغط مضاد حتى تكسر ضغطه. إحنا الشيعة ما سوينا هذا الشيء. يعني مثلا كان مقترح من المقترحات أنه المطالب اللي إحنا الشيعة نريدها وما نريد نتنازل عنها أن تخرج مظاهرات. إذا تخرج مظاهرات مليونية في مختلف المدن يصير ضغط مضاد، هم يضطرون للتنازل. أو أنت تهدد، يعني يمكن واحد شيء ما يريد يعمله لكن التهديد مؤثر. يعني الآن السنة اللي يؤون الإرهابيين زين، هذا الإرهابيون في مناطق السنة بل يعملون بالإرهاب. إذا إحنا نستعمل معهم أسلوب سياسي بالتهديد أنه مثلا إما توقفون الإرهاب إما نقسم العراق، بس إحنا ما نريد نقسم العراق ولكن كتهديد. فإذا قسم العراق مناطق السنة تكون كلها رمال، لا نفط عندهم، لا غاز عندهم، لا زراعة عندهم، لا معادن عندهم، لا أي شيء عندهم. فإذا أنت ما توقف الإرهاب إحنا راح نقسم العراق ونبطيك صحراء الرمادي مثلا. كمثال ده أمثل، نحن كثير من الأحيان الإنسان شيء ما يريده لكن التهديد به قد يكون مفيد. استعمال الأساليب السياسية في الوصول إلى حقك زين. إذا هم افتهموا أنه حقيقة إذا ما وقفوا الإرهاب الشيعة والأكراد راحوا يقسمون العراق ثلاث دول، أكيد راح يصير هناك انقسام داخلي بينهم لا أقل. أكيد راح الكثير منهم يتخلون خوفا من الفقر المستقبلي عن الإرهاب يتخلون. إحنا عندنا أدوات قوة لكن لا نستعملها. عندك قوة الشارع ما تستعملها، عندك قوة بالتهديد ما تستعمله، عندك قوة أخرى ما نريد نذكرها لكن يعني بشكل مختصر واحد لازم يستعملها. أنتوا شوفوا دول السنة ما من قوة من القوى اللي عندهم اللي استعملوها. الدول العربية كلها جروها بصالحهم، الإعلام العربي كله جروه بصالحهم، حتى يروحون يفاوضون مع الأمريكان أنه أنتوا رجعونا السلطة إلنا وإحنا مستعدين كل ما تريدون ننفذ. إرهاب ينفذون، مفاوضات يدخلون، في كل ما يتمكنون يفعلون ذلك للوصول إلى مطالب غير معقولة يريدونها. فأنت عندك حق، ينبغي أن تستعمل الأساليب المشروعة، وهذه أساليب مشروعة. بعض الأساليب السياسية أساليب مشروعة. إحنا ما نقول استعمال الأساليب غير المشروعة، لكن استعمال الأساليب المشروعة. القوة اللي عندك استعملها. بس خلال هالأيام أنتوا هنا أنا ما أدري ما سامعين الأخبار لو لا، الدول العربية أقامت الدنيا وأقعدتها أنه ليش في الدستور ما موجود العراق جزء من الأمة العربية، كاتبين أنه الشعب العربي في العراق جزء من الأمة
العربية. طبعا بين قوسين احنا فتشي باسم أمة عربية ما عدنا، عدنا أمة إسلامية، وأنه هذه أمتكم أمة واحدة يعني الأمة الإسلامية. فتشي هذا أمة عربية، هذا فد اصطلاح عنصري أصلا الاستعمار البريطاني أسسه لتمزيق الدول الإسلامية. زين أقاموا الدنيا وأقعدوها، طلع جلال طالباني هددهم تهديد بسيط، التهديد أنه احنا ما نحتاج إلى الدول العربية، يردون يرسلون سفراء، يردون ما يردون لا يرسلون، زين احنا ما نحتاجهم، احنا ثروة عندنا، نفط عندنا، غاز عندنا، كل شيء عندنا، علاقاتنا مع كثير من الدول علاقات طيبة، عندنا علاقات مع الدول الكبرى، ما نحتاج الدول العربية. بس هذا تهديد بسيط. اليوم الثاني لا، احنا ما كان مقصودنا هذا الشيء، وسيء فهم مقصودنا. عمر موسى طلع يعتذر اعتذار مبطن، الدول العربية غيرت لهجتها، تهديد واحد بس. والتهديد مو يعني ليس خلاف الشرع، كلام معقول. فمقصودي أنه إحنا عندنا نقاط قوة ما نستعملها، فلما أنت ما تستعمل نقاط القوة تضطر أنه تحت الضغوط أن تتنازل، تضطر أن أنا قلت لبعض الأخوة إحنا عندنا خوف من بعض الاتهامات. زين يتهمون أنه أنتوا طائفيين، فلهذا حتى لا يتهمون أنتوا طائفيين نتنازل عن بعض الأمور. يعني قلت احنا يتهمونا بانه احنا ديننا من اليهود، عبد الله بن سبأ اسس، واحنا رافضه، واحنا مشركون، واحنا كذا، عباد قبور، وكذا كذا، 50 تهمه، خل تضاف لها تهمه اخرى انه طائفيون، بس نخاف احنا من التهمه. زين خل يضاف، انت اوصل الى حقك، خل يتهموك ومشكله. فالمقصود انه احنا لازم لا نخاف من الشعارات ومن الاعلام ومن الكلام وكذا، انت اطلب ما تريده توصل إلى. فالمقصود شنو هو؟ المقصود أنه إحنا أدوات قوتنا لازم نستعملها بالشكل الصحيح، ما نقول أنه بشكل غير مشروع، بالشكل الصحيح. واحد يستعمل أدوات القدرة مالته. ونرجع إلى موضوع الدستور، أنه فعلا في الظرف الحالي الضغوط الشديدة وإحنا الشيعة ما كنا نعرف كيف نستعمل قدرتنا، تصور أنه في الظرف الحالي هذا كان أفضل الممكن. فنرجع إلى الأساس، وهو أنه الوعي هذا أهم الأمور. الإنسان إذا فهم الأمور وفهم كيفية الوصول إلى هذه الأمور راح يوصل إلى حقه. الآية الشريفة تقول لا تظلمون ولا تظلمون، إحنا لا نريد أن نظلم أحدا، حتى الوهابي ما نريد نظلمه، حتى المسيحي، حتى اليهودي، حتى الكافر لا نريد أن نظلمه، ولكن في نفس الوقت نريد أن نعطيه حقه وأيضا أن نأخذ حقنا. الطرف الآخر لا يريد أن يبتزك حقك وكل حقوقك يصادقها. فعلى كل حال هذه النقطة جدا مهمة، والإسلام هو دين العلم ودين الثقافة. حتى كتاب المسلمين شنو اسمه؟ القرآن. القرآن مشتق من القراءة. أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله اقرأ، أول آية. عندنا سورة في القرآن اسمها سورة القلم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. آيات العلم في القرآن كثيرة جدا، التفكر، التأمل، التدبر، هذا الأمر ينبغي أن نركز عليه أكثر، ولازم لا نتوقع حصول النتائج فورا. هي من مشاكلنا الاستعجال. الأمور الله عز وجل جعل الكون وخلقه وخلق أسباب ومسببات، بعض الأسباب نتائجها فورية، بعض الأسباب نتائجها تطول. إذا أنت جبت نار، هذا النار خليت على ورقة فورا تحترق، لكن إذا خليت قدر ماء على النار شو وقت يحمى؟ يمكن يحتاج لفد ربع ساعة. شو وقت يفور؟ يحتاج لنص ساعة مثلا. الأمور بعض الأسباب نتائجها بطيئة. إذا أنت عندك طفل عمره 7 سنوات دخلت المدرسة، اليوم الأول يصير دكتور أو مهندس؟ لا، يحتاج 12 سنة يكمل مدرسة وبعدين يدخل جامعة وبعدين يدخل كذا إلى أن بعد يمكن 20 سنة يصير دكتور. الشعوب هم نفس الشيء، الوعي والثقافة والفهم من اللحظة الأولى لا تحصل، بس إذا الإنسان سار في الطريق الصحيح يوصل ولو بعد 20 سنة.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها